دكتور نجيب، الآن حول تأثير ما جرى في المستقبل، والكلام الكثير بالتأكيد أنت تتابع الآن حول التوقعات، وأنه في باحث الهولندي تحدثنا عن هذا مرارا هنا في استديو 9، تغريدة لباحث هولندي توقع فيها الزلزال بدرجة تقريبا التي ضرب بها، والآن البعض يقول لك أنه نعم يمكن أن نتوقع الزلازل القادمة. حول هذا الأمر وحول تأثير تحرك الصفائح على حركة البحار حول تركيا وخطر تسونامي بالتحديد، لأنه هناك من أيضا يروج فيديوهات أنه يمكن أن يحدث تسونامي حتى بعد مرور وقت على الزلزال، هل هذا صحيح؟ حقيقة يعني في كل المجالات بالنسبة للهولندي لم يتنبأ بتاتا بأي شيء، كل ما قالوا يعني يمكن أن يفهم كالتالي: أتوقع أن يحصل زلزال على هذا الصدع، وهذا في الواقع كل صدع زلزالي قال sooner or later، يعني عاجلا أم آجلا. نعم عاجلا أم آجلا، ما معنى ذلك؟ يعني معناها أنه معنا من هون حتى نهاية البشرية حتى يحصل زلزال. هذا الكلام صالح لأي صدع في أي مكان. أستطيع أن أقول بأنه إن آجلا أو عاجلا أي صدع زلزالي ثبت أنه تحرك خلال 10,000 سنة السابقة ولو مرة واحدة سيعود ليتحرك بنفس الكيفية مرة أخرى. هذا في الواقع مبدأ ثابت في علم الزلازل وللمتفائلين جدا يعني. أما المتشائمين فبيقولوا من 5 ملايين سنة وجاي إذا أي صدع تحرك معناته هذا الصدع نشط وسيعود للحركة يعني يوما ما أيضا إن آجلا أم عاجلا. إضافة إلى أنه يعني احنا بهمنا نطمن الناس دكتور، بس دكتور بهمنا نطمن الناس بس بكلام علمي يعني، كمان انه لانه الشائعات كثيره. نعم. في هذا الاطار اود ان اقول يعني يجب ان لا يعار اي اهتمام بما قاله هذا الهولندي، فهو في الواقع يعني حتى الاسس اللي بنى عليها هذا الكلام فلكيه وكلام من هذا النوع فاشله منذ زمن طويل وتم اثبات فشلها بشكل جاد. في هنالك يعني برنامج على الجزيرة 2005 عندما يعني أحد برضو مش هولندي لكنه عربي يعني قال بأنه الكواكب عندما تكون على خط واحد تصبح كذا. في هنالك برنامج كان ما وراء الخبر عنوانه للمن يريد أن يبحث عنه: الزلازل تجتاح العالم. شوفوا هذا البرنامج وشوفوا كيف تثبت من قال هذا الكلام وأسقطت هذه النظرية يعني عمليا فورا في نفس الموقع. تسونامي الكلام أيضا غير منطقي. التسونامي ممكن أن ينتج عن الزلزال بعد حصوله مباشرة، ويمكن أن يأتي بعد ساعات من ذلك، هي الساعات اللازمة للمياه كي تنتقل من المناطق التي تأثرت انهيارا أو تغيرا بمستوى قعر البحر فجائيا بحيث يدفع المياه باتجاه الشاطئ. هذه تسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة إذا كان عمق البحر 7,000 متر، وتصل إلى 200 كيلومتر في الساعة لما نوصل إلى الشاطئ. لما نوصل للشاطئ جغرافية القعر بتصير ضيقة، فالمياه التي كانت آتية من عرض البحر ترتفع، لا تجد لها أي حيز إلا أنها ترتفع وتغمر المناطق. الزلزال الذي حصل لا يمكن أن يحصل عنه تسونامي، لكن إذا حصلت هزات أخرى في تلك المناطق المليئة بالصدوع، كل الخط ما بين أنطاكيا وقبرص ما يسمى بالقوس القبرصي، هذه حدوث صفائح أيضا ومن النوع الذي يمكن أن إذا حصل عليها زلزال نفسها في البحر وكانت مناطق يعني آيلة للانهيار تنهار وتسبب تسونامي. وقد حصلت تسونامي في السابق على شواطئ المتوسط، بيروت 551 عمليا، وأيضا الرملة في 18/3/1068 للميلاد. يقول ابن الجوزي، وهنالك 50 صفحة حول هذا الموضوع، يقول بأنه يعني جاء زلزال وخرب الدنيا، وعاد البحر مسيرة فرسخين، تقدم الناس يلتقطون السمك اللي تبقى من البحر، ثم عاد البحر عليهم فأهلك خلقا عظيما منهم، قدر هذا الخلق العظيم بمن 15,000 إلى 25,000 بني آدم موثق بشكل ممتاز. 18/3/1068 للميلاد، 11 جمادى الأولى سنة 462. طيب بنصف دقيقة دكتور نجيب، لأن الوقت أدركنا لو استكرمت الآن. نعم. من خلال متابعتك هل يمكن مثلا تحديد أنه والله هذه المنطقة
يعني معرضة للخطر الشديد في حراك في قشرة الأرض، يمكن تحديد أنه والله هذه المنطقة أو تلك أو تلك الدولة أو هذه قد يضربها زلزال قريبا، هذا أمر ممكن؟ الأردن مثلا في خطر أو فلسطين؟ صعب جدا جدا حاليا بشكل عام. أو إسطنبول مثلا، قياس التشوهات في الوقت الحاضر إذا كان هنالك من يقيسها باستمرار ويلاحظ أنها تذهب باتجاه معين يمكن الاستنتاج، لكن حتى الآن هذا لم يثبت بأي حال من الأحوال بأنه يعني نجح، لأنه ما يتحرك في جهة سيتحرك أشياء أخرى في جهة أخرى، لا نعلم ما هي توازنات القوى اللي موجودة في قعر في باطن الأرض رقم 30. شكرا لك دكتور. دكتور نجيب، الحديث تتم، شرفتنا حقيقة، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. دكتور نجيب أبو كركي، أستاذ الجيوفيزياء وعلم الزلازل من عمان.